بوريك بالكبده. عندك كبده فراخ وجلاش وبصل وتوم وخل وفلفل الوان وفلفل حار ومرق زيت دبس رمان ملح وفلفل. طيب كله على عيني واهلا بيك في اي اكل جديد. هنجيب الاول شويه ميه عندي جلاش وعندي حاجات كتيرة قوي هنعملها مع حضراتكم دلوقتي. هنسيح حبة السمن دول عشان نبدأ نشتغل واحدة واحدة. ابدا انا بقى اشتغل. شويه الزبده ساحوا دول كمان شويه هنا هم كده يبقى بنقطع البصل بتاعنا مكعبات صغيرة اهو كده مين يا فندم؟ ست ام خالد سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك. ازيك يا شيخ؟ اتفضلي امور يا فندم. الله يخليك ربنا يبارك لنا فيك يا رب. تحت امرك. والله انت اخ غالي علينا والكل بيحبك عندنا والله. الله يبارك في سعادتك يا فندم. اموري. الله يبارك. الله يبارك. التليفون بقطع يا ست ام خالد. انا طالبه من حضرتك طلب بس كده بسيط يعني. اموري يا فندم. الله يخليك. نفسي اطلع عمره والله. الله الله المستعان. سيبي رقمك وربنا يكرمنا اولاد الحلال ونقدر نساعد من هنا ومن هنا ونعمل اللي انت عايزاه ان شاء الله والله المستعان. وما فيش حاجة بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى. تأمريني سعادتك يا فندم. حاضر خدامك. كده. طيب يبقى كده. نجيب دي نحاول ايه نشتغل فيها واحده واحده الاول كده عشان ربنا يكرمنا وتطلع معانا حلوه. الله الله اللهم صل على النبي. نعمل كده. هنزفر دي بالزبدة
كده. بعمل ايه بقى يا سيدي كده؟ هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب ونحط الكبده بتاعتنا بقى بالمره. نعم يا فندم. نحط حبه خل. وامرني يا فندم. مين يا عم؟ مهاب كده. بقطعها قطع كبيره كده. عم سيد من المنيا، المنياوي دول ناس كرمه وناس حلوه وناس زي الفل كده. نخش على النار، ما بنعمهاش قوي كده. ادي شويه ملح شويه فلفل. نديها بقى، نشيل بقى كل حاجه دي من هنا عشان ايه؟ ممكن برضو حد يطلع تاني يتكلم على البلانشه والسكينه. وبرضو ايه، زي ما انتم عارفين في تلاكيك اليومين دول، الله اعلم ايه الدنيا ماشيه ازاي، ولكن في حاجات كتيره لو اتكلمت فيها هتلاقوا ان ربنا سبحانه وتعالى كرمنا من اوسع الابواب. ريهام يا ست الهام. ست الهام السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك يا فندم؟ كل سنه وانت طيب. بعود الايام يا فندم. عاوزينك كده منورنا على طول ومالكش دعوه باي كلام حد، وصلي على النبي زي ما انت عايز. سلميها لله. نهارك ابيض يا ست الكل. بشكر سعادتك، الله يبارك فيك يا فندم. اشكرك يا فندم، اشكرك اشكرك. طيب كده حطينا دبس الرمان. لسه عندي اهو. قرن فلفل حراق، شوية كزبرة خضراء عشان يطعموا الليلة. الاكل تطلع حلو عشان انا اول مره اعملها يا جماعه، بس ان شاء الله ان شاء الله ربنا مش هيكسفني. نجيب ده كده. الله اكبر. ده ايه الجمال ده؟ يا حلاوتك يا جمالك. خليت ايه لايه كده 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 اهو. انا عايزك تتخيل الموقف ده والاكله دي لما تتاكل كده بقى بالصلاه على حضره النبي، يبقى طعمها ايه.
نعم يا فندم، لان دي لو ما لمعتهاش كده ممكن تتحرق، لازم المحها بحبه زبده او بحبه زيت. عايزه نار هاديه. اللهم صل على النبي.